احنا معانا على التليفون الدكتور جمال عميره رئيس لجنه التحقيق في نقابه الاطباء. برحب بحضرتك معانا يا فندم، والاستاذ البارز في علاج الاورام. تحياتنا يا فندم. الله يخليك، اهلا وسهلا. الترتيب كان ازاي؟ اولا ازاي اليوم مشي؟ هل تم الاستماع الاول للدكتور شريف عباس قال ايه، ولا تم الاستماع للدكتور خالد منتصر وقال ايه؟ لا، هو الدكتور خالد اللي جه الاول. ايوه. وتم اخذ اقواله عن الاتهام الدكتور شريف له بالتشهير واساءة السمعة بشأن طريقة علاجه للمرحوم وائل. أي. وانه ما اتبعش الطرق المظبوطة في علاجه مما تسبب في وفاته زي ما اتنشر في الجرائد. كنت لسه اسأل حضرتك، هل اختلف ما قاله الدكتور خالد منتصر في التحقيق، او كان في تفاصيل اكتر من اللي قام بنشرها؟ لا، هو كان تركيز الدكتور خالد على انه لم يقصد الاساءة للزميل الدكتور شريف، ولان لم يشر الى اسمه بالكامل بل اشار الى حرف من اسمه فلم يكن يقصده، ونؤكد احترامه للاطباء وللطب في مصر، وان لم يكن يقصد توجيه اتهام او اساءة الى احد. بعد كده بدأ التحقيق مع الدكتور شريف عباس بناء على طلبه زي ما احنا فاهمين قبل كده. وكان الدكتور شريف برضك أكد جاب مقالات وفقرات من اللي الدكتور خالد تحدث فيها عنه، واعتبرها مسيئة إليه ومسيئة إلى سمعته الطبية، وده كان الجانب اللي هو ناحية الدكتور خالد. أيوه. لكن على المستوى العلمي والطبي يا فندم، على المستوى العلمي والطبي كان قدم مستندات ووثائق طريقة العلاج وطريقة والأوراق الخارجية والداخلية اللي بتتيح استعمال أدوية معينة في مثل هذه الجوائح أو الأوبئة الطبية. هل اللجنة بتشكل نوع من الانطباع أو الرأي في الجلسة اللي تمت النهاردة؟ لا، احنا لسه التحقيق لم يستكمل، هيستكمل الاسبوع القادم. ولسه سنطلب حرم المرحوم وائل انها تيجي للنقابه تدلي باقوالها، لانها هي صاحبه الاتهام او المحامي بتاعها. وبعدين سيتم مناقشه الدكتور شريف بعد كده في الاشياء التي ستوجه اليه. لو يعني لم يستكمل التحقيق، لم يستكمل التحقيق لغاية دلوقتي في جلسة تانية مع الاستماع لحرم المرحوم وائل الإبراشي. بالظبط كده يا فندم. سؤال مباشر، استخدام السوفالدي في حالات علاج الكوفيد أو الكورونا صح طبيا ولا غلط، ولا يعتمد على حالة من حالة لحالة؟ بس حضرتك اللي هيقرر ده أساتذة أو الاستشاريين اللي هم بيعالجوا الفيروس، أساتذة الفيروسات يعني، وهم أساتذة مسؤول لهم بالكفاءة في مصر، وأساتذة اللي هم لجنة الكوفيد أو الأساتذة المتخصصين في الكوفيد، وأساتذة الصدر. الثلاثة دول هم اللي يقدروا يجاوبوا على الأسئلة ونوصل ل، ودول حضراتكم كلجنة تحقيق هتلجأوا لرأي متخصص منهم. طبعا. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق في نقابة الأطباء وأستاذ الأورام طبعا في المعهد القومي للأورام.